الرأي العام خصو يعرف هاد الجريمة فوقاش وقعت وكيفاش وقعت، وعاد نشوفوا القرارات القضائية اللي صدرت في هذا الملف. هذا أول شيء هو أنه الأحداث ترجع لفيفري 1993 واللي وقع فيها الاعتداء على الشهيد أيت الجيد من طرف مجموعة من الطلبة اللي هما تينتميوا لفصائل المختلفة. هو أيت الجيد كان تينتمي للفصيل ديال التقدميين القاعديين، وكان قيادي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وداك الفترة كان فيها تدافع ما بين الفصائل الطلابية، خصوصا الفصائل الإسلامية اللي كانت نزلت بقوة، كانت دارت واحد الهجوم من قبل هاد الجريمة على الطلبة وزرعت فيهم الرعب. ولكن كاين واحد المجموعة ديال الطلبة اللي كانوا تقدميين حاملين أفكار تقدمية متحررين، تدافعوا على حرية الرأي، تدافعوا على الديمقراطية، تدافعوا على استقلال القضاء آنذاك، يعني مجموعة من القيم اللي كانوا تدافعوا عليها. ولكن مني جات هذه الفصائل، خصوصا الفصائل اللي دابا تحولت إلى حزب العدالة والتنمية، وهذه الفصائل اللي كانت معروفة بالوحدة والتواصل وتحولت للإصلاح والتجديد، واللي هي الآن هي الجانب الدعوي في حزب العدالة والتنمية، هذه المجموعة اللي هي ما تدخلك ما تدخلش لعالم السياسة، ولكن تتبقى في إطار الدعاوي، يعني تتنشر الدعاوى الإسلامية كأننا احنا في شي بلاد ماشي إسلامي. المهم أن هذا الفصيل هذا كان تينتمي له حامي الدين، وكانوا تينتمي له واحد أربعة، راهم الآن الملف ديالهم غادي يتحال على القضاء من بعد ما تنقض، وكانوا مجموعة كبيرة ديال الطلبة اللي كانوا تينتميوا لهذا الفصيل. بن عيسى أيت الجيد كان من الطلبة اللي هو يعني قاعدي حامل أفكار تدافع على الموقف ديالو، والصوت ديالو كان مسموع في الحرم الجامعي، فما كان إلا أنه الوسيلة الوحيدة باش يمكن لهم، لأن ما يستطعوش يقارعوه بالفكر، الحالة الوحيدة اللي تخصهم يديروا هي أنهم يسكتوه في مرة، وهو التصفية الجسدية. طيب من بعد كان تفتح واحد الملف آنذاك كان فيه تحاكم حامي الدين، ولكن ما تحاكمش على القتل العمد، كان تحاكم على المشاجرة المؤدات التي أدت إلى وفاة شخص، وهذه جنحة. وكان هو آنذاك في المحضر ديالو تيقول بأنه هو كان هو والرفيق ديالو الخمار الحديوي، والخمار الحديوي اللي هو شاهد في القضية، الخمار الحديوي ماشي رفيق ديالو، وهو منفصل والآخر منفصل، وتخبع في كونه ماشي من 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 الأعداء ديال 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 بن عيسى أيت الجيد، وبالتالي داز الملف هكاك وتحكم يعني بسنتين، ولكن الحقيقة ما تحكمش عليها، وهذا نقاش قانوني واللي هو الآن مطروح، والملف أولا ما تقدمش، لأن عندنا الكرونولوجيا التاريخية ديال الملفات اللي دازوا واللي تيعطيو اللي تيقطعوا التقادم ديال المتابعة ديالو. الآن كان الملف ديالو هو تسالة 98، لأنه هو من بعد ما تحكم دار النقد، والنقد بت في الملف ديالو 98، بدا الملف ديال محب في البداية ديال 2000، تحكم في 2009، اللي سميتو المتابعة ديال ذاك الربعة الآخرين اللي هو كليول وقاسم وواحد المجموع، هذوك بدا الملف ديالهم
في سميتو في 2012، يعني التقادم ديال 14 سنه اللي تيعطي في الجنايه ما كاينش. اذا الملفات كل ما كانت ملفات مفتوحه كل ما تتقطع التقادم ديال سميتو ديال المحاكمه، وبالتالي المحاكمه ديالو هو ديال حامي الدين من الناحيه القانونيه ما تقادمتش. ومن حق قاضي التحقيق او من حق اي واحد انه يفتح المتابعه في حقه. كاين واحد النقاش اللي تناقشوه ديال الفصل 396 396 369 369 369 تيهضر على الاشخاص اللي خداو البراءه او الاعفاء من شي جريمه ما يتعاودش المحاكمه ديالهم. اما اللي ما خداش البراءه وما خداش الاعفاء ممكن انه يتفتح له الملف لانه تحكم على جنحه وهذه جنايه. وهذا نقاش، هذا نقاش غادي يتناقش مع اهل القانون في سميتو في المحكمه، لان يعني النقاش القانوني في المحاكمه غادي يكون امام القضاة وفي المحكمه. وحنا بالنسبه لنا حنا عندنا ثقه في العداله لان هي اللي غادي تقول الكلمه ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.